السلام الله عليكم مشاهدينا، اهلا بكم الى نشره الظهيره تتابعونها. بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلالة الملك محمد السادس يجري أمس مباحثات على انفراد مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. وبالإقامة الملكية بأنفا يقيم جلالته أمس مأدبة غداء على شرف العاهل الأردني. فعاليات المؤتمر الدولي النوع والجامعة متواصلة بكلية الأداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، رافعة شعار التقاء الخبرات نحو إنشاء دراسة النوع. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن لقاء فريقي الرجاء البيضاوي والترجي التونسي برسم الكأس الإفريقية الممتازة. بالقصر الملكي بالدار البيضاء أجرى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله أمس مباحثات على انفراد مع صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الذي قام بزيارة صداقة وعمل للمغرب. وبالإقامة الملكية بأنفا أقام أمس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مأدبة غداء على شرف صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. التفاصيل. خلال لقاء القمة الذي جمع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وصاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، تم الاتفاق على الارتقاء بعلاقات الأخوة والتعاون بين البلدين إلى مستوى شراكة استراتيجية متعددة الجوانب. وقد توجت زيارة العمل والصداقة التي قام بها العاهل الأردني للمملكة المغربية بدعوة كريمة من جلالة الملك بالاتفاق على إرساء مشاريع ملموسة في مجالات محددة كالطاقة والفلاحة والزراعة والسياحة. واتفق العاهلان على أن تقوم بعثة اقتصادية مغربية تضم ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب بزيارة إلى الأردن لبحث فرص الاستثمار والتعاون بين الفاعلين في القطاع الخاص في البلدين. وأعطى جلالة الملك تعليماته السامية لإقامة مركز لتكوين التأهيل المهني في المملكة الأردنية الهاشمية في التخصصات المرتبطة بقطاعات السياحة والصناعة الغذائية والبناء والأشغال العمومية ولمشاركة تجربة المملكة المغربية مع المملكة الأردنية في مجال إدارة الموارد المائية. قائد البلدين أجريا مباحثات معمقة حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وسجل بارتياح تطابق وجهات نظرهما بشأنها. وانطلاقا من العناية اللامتناهية التي يوليانها للقضية الفلسطينية، جدد قائد البلدين دعمهما الكامل للشعب الفلسطيني من أجل استرجاع جميع حقوقه المشروعة، مؤكدين رفضهما لجميع الخطوات والإجراءات الأوحادية التي تتخذها إسرائيل لتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم والوضع الديمغرافي والطابع الروحي والتاريخي في القدس الشرقية. وقد أكد جلالة الملك على أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها العاهل الأردني على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف ودورها الرئيس في حماية هذه المقدسات وهوياتها العربية الإسلامية والمسيحية. ومن جهة ثانية أشاد جلالة الملك عبد الله الثاني بالجهود المتواصلة التي يبذلها جلالة الملك رئيس لجنة القدس لنصرة المدينة المقدسة، وثمن عاليا المشاريع والبرامج التنموية التي تنفذها تحت إشراف جلالته وكالة بيت مال القدس الشريف من أجل دعم صمود المقدسيين. ومن منطلق مسؤولياتهما أكد صاحب الجلالة على أن الدفاع عن القدس ومقدساتها أولوية قصوى للمملكتين الشقيقتين. وشدد العاهلان على ضرورة إنهاء الأزمة السورية عبر الحل السياسي ووقوف البلدين إلى جانب العراق في عملية إعادة الإعمار وتثبيت الاستقرار. كما أكد العاهلان على أنه وفقا لقرارات الشرعية الدولية فإن الجولان أرض سورية محتلة. وبالإقامة الملكية في أنفا بالدار البيضاء
أقام جلالة الملك محمد السادس حافظه الله محفوفا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن ومرفوقا بصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد مأدبة غذاء على شرف صاحب الجلالة الهاشمية عاهل المملكة الأردنية الشقيقة. ما يميز الوشائج القوية بين البلدين أنها علاقات تاريخية تستند على دعائم وأسس متينة. مأدبة غذاء على شرف العاهل الأردني في أجواء موسومة بالحفاوة وحسن الاستقبال وكرم الضيافة تترجم عمق الصداقة القائمة بين البلدين والروابط بين الشعبين تحظوهما رغبة مشتركة في تطوير العلاقات الثنائية. وفي ختام مأدبة الغذاء ودع جلالة الملك ضيفه الكبير الذي قام بزيارة صداقة وعمل للمملكة المغربية بدعوة كريمة من العاهل الكريم تندرج في سياق الزيارات المتبادلة واللقاءات المتتالية التي تعزز وترسخ الروابط القائمة بين المملكتين المغربية والأردنية اللتين نسجتا على مدى عقود من الزمن أواصر علاقات استراتيجية ما يجعل منها نموذجا مميزا لما يجب أن تكون عليه العلاقات العربية العربية. عشية الزيارة التي سيقوم بها إلى المملكة يومي 30 و 31 مارس الجاري أعرب البابا فرانسيس في رسالة تلاها عن امتنانه لصاحب الجلالة الملك محمد السادس أمير المؤمنين على دعوته الكريمة للقيام بزيارة إلى المغرب وللسلطات المغربية على التعاون السخي مؤكدا أنه سيأتي على خطى سلفه يوحنا بولس الثاني كحاج للسلام والأخوة في عالم ما أحوجه لهذه القيم مضيفا قوله إننا كمسيحيين ومسلمين نؤمن بالله الخالق والرحيم الذي خلق البشر وجعلهم في العالم حتى يعيشوا كإخوة محترمين بعضهم البعض في التنوع ومساعدين بعضهم البعض عند الحاجة. ويقول البابا فرانسيس إنه لمن دواعي فرحي أن أتشارك معكم مباشرة بهذه الاقتناعات في اللقاء الذي سنعقده في مدينة الرباط الذي خلق البشر وجعلهم في العالم. زيارة البابا فرانسيس تعزز العلاقات بين الفاتيكان والمغرب علاقات متجذرة في التاريخ تطبعها الثقة المتبادلة والرغبة في نشر قيم السلام علاقات عرفت تطورا على المستوى الدبلوماسي وأعطت للمغرب إشعاعا كبلد منفتح وكأرض للتعايش بين الديانات. زكية بلقاس وحسناء مساوي. وهج العلاقات المغربية مع الفاتيكان لم يخبو طيلة عقود، علاقات تجد مرجعيتها في مبادئ الحوار واحترام التعايش بين الأديان. فالمغرب حرص على ضمان ممارسة الشعائر الدينية في مختلف الكنائس على أرضه، وسعى على المستوى الإقليمي والدولي إلى تقريب الرؤى وكسر الحواجز بين العالم الإسلامي والمسيحي. سعي جسدته زيارة رسمية التي قام بها جلالة المغفور له الحسن الثاني طيب الله طراه للفاتيكان سنة 1980، زيارة ساهمت في تعزيز الروابط بين الطرفين وكرس الدور المغربي في تقوية الحوار والتعايش كبلد إسلامي معتدل ومنفتح. هذا الدور تمنته أيضا زيارة البابا يوحنا بولس الثاني لبلادنا، زيارة سلام ومحبة ستظل خالدة في سجل علاقات الطرفين. علاقة ما بين المملكة الشريفة وما بين الفاتيكان تاريخيا هي علاقة تعاون، هي علاقة زيارة متبادلة. المغاربة يتذكرون بل العالم يتذكر زيارة التي قام بها البابا جون بول دو للمغرب، وكانت زيارة مباركة أنتجت وثيقة رسمية مفادها ضرورة التعايش للبحث عن المشترك الإنساني. المبادرة التي في نظرنا طبعت تاريخ حضور الكنيسة بالمغرب بشكل قوي عندما حل سنة 1983 البابا يوحنا بولس الثاني بالمغرب ولقائه بالملك الراحل الحسن الثاني. فالمغرب منذ ذلك الحين له علاقات صداقة وجوار مع الفاتيكان.
علاقات صداقة وتفاهم توطدت بافتتاح المغرب لسفارته لدى الفاتيكان سنة 97 900 و1000. المعلمية يصلنا أن نعينك سفيرا لدى قداسة البابا وليوحنا الثاني، وإنك لا تعلم جيدا العلاقة الطيبة الحميمة، علاقة الصداقة والتقدير المتبادل والمحبة الموجودة بين شخص بين قداسته وبيننا شخصيا. خطوة دبلوماسية عبرت عن الرغبة في خدمة قضايا السلم وتعزيز الحوار بين الأديان. وفي نفس السياق عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس السيد رجاء ناجي مكاوي سفيرا لدى الفاتيكان في غشت 2018. Il y a un ambassadeur marocain près du Saint-Siège à Rome au Vatican. هناك سفير مغربي بالفاتيكان بروما، وهناك سفير للفاتيكان بالمغرب، وهذا أمر عجيب جدا لأنه لا يوجد سفير بالدول التي يعيش فيها القلة من المسيحيين، لكن المغرب والفاتيكان حريصا على الارتقاء بالعلاقات بينهما. Tous les deux, qu'ici au Maroc, il y ait un nonce apostolique qui donne une plénitude de relations. التواصل والزيارات المتبادلة سمة هذه العلاقات، فأمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس جعل من زيارته ولقائه بالبابا يوحنا بولس الثاني محطة لنشر قيم التسامح وتعزيز مكانة المغرب كبلد للحوار والانفتاح. جلالة الملك السيد محمد السادس هو جزء لا يتجزأ من مدرسة السلام، جزء لا يتجزأ من الانتماء المغرب واقتناع المغرب بثقافة السلام بين الأديان، ولذلك صار على منوال أبيه الملك الراحل الحسن الثاني رحمه الله، ولذلك الأرض المغربية أرض ديال الملتقيات الدولية في مجال حوار الأديان، في مجال حوار الحضارات. أرض التعايش وأرض الحوار تستقبل اليوم البابا فرانسيس في زيارة تحمل الكثير من الأمل لنبذ التطرف ومد الجسور بين الأديان. في الشأن التشريعي أوضح بلاغه لمجلس النواب أن المجلس سيعقد ابتداء الاثنين فاتح أبريل المقبل جلسة عمومية تخصص لافتتاح الدورة الاستثنائية تطبيقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس. صفحة الأنباء الدولية نفتحها من الجزائر، حيث احتشد آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الجزائرية استعدادا لجمعة سادسة من المظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. خالد الأحمدي. الجزائريون يتظاهرون اليوم للجمعة السادسة في كافة أنحاء الجزائر للمطالبة برحيل النظام الجزائري بأكمله وليس فقط عبد العزيز بوتفليقة، تؤكد مصادر إعلامية. نطالبوا بالتغيير، نطالبوا بالتغيير، غيروا لنا هذا النظام، غيروا لنا هذه الحكومة. فمنذ الصباح الباكر شرع المحتجون في التجمع في ساحة البريد في الجزائر العاصمة لإسماع أصواتهم الرافضة للمادة 102 التي دعا رئيس الأركان الجزائري أحمد قايد صالح الثلاثاء الماضي إلى تفعيلها، ما يسمح باستبعاد الرئيس في حال المرض الخطير والمزمن أو الاستقالة. المادة 102 تجاوزها الزمن والوجوب الرجوع إلى المادة 7 للإرادة الشعبية. نريد تطبيق المادة 6 والمادة 7 من الدستور. الشعب هو السلطة من الشعب. الشعب هو مصدر السلطة. يعني تطبيق المادة 102 وزيد عليها مادة 107، الشعب مصدر كل السلطة. وعلى غرار موقف رئيس الأركان، حزب التجمع الوطني الديمقراطي والاتحاد العام للعمال الجزائريين بالإضافة إلى هيئات أخرى أعلنوا دعمهم لمقترح الجيش بتنحية الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. أما رابطة حقوق الإنسان فتعلن أن المهلة قصيرة لضمان تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، منددة بحيلة أخرى من السلطة على حد تعبيرها للحفاظ على النظام الذي يرفضه الشعب الجزائري.
أقيم في مدينة كريست تشيرش في نيوزيلندا اليوم حفل وطني لتأبين ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف مسجدين في المدينة قبل أسبوعين وراح ضحيته 50 قتيلا. وشارك في حفل التأبين عشرات آلاف الأشخاص، يتقدمهم كل من رئيسة الوزراء النيوزيلندية ونظيرها الأسترالي، بالإضافة لممثلين عن 59 دولة. وقدر عدد المشاركين في حفل التأبين بـ20 ألفا. بدأ كبار المفاوضين عن الجانبين الصيني والأمريكي جولة جديدة من المحادثات اليوم في بكين بهدف التوصل إلى تسوية لإنهاء النزاع التجاري الذي بات يهدد الاقتصاد العالمي. ويسعى المسؤولون لحل الخلافات المرتبطة باتهامات الولايات المتحدة للصين بالقيام بممارسات تجارية غير منصفة على مدى سنوات عبر تقديم دعم حكومي كبير لشركاتها وسرقة الخبرات التكنولوجية من الشركات الأمريكية. ارتفعت حصيلة ضحايا حريق نشب أمس في برج في بنغلاديش إلى 25 قتيلا، بينهم أشخاص قفزوا من النوافذ هربا من ألسنة اللهب، بينما واصل عناصر الإطفاء عمليات البحث داخل هيكل المبنى المتفحم. وكانت دائرة الإطفاء قد أعلنت أمس عن حصيلة الضحايا التي بلغت 19 شخصا لقوا حتفهم في الحريق الذي اندلع في البرج المؤلف من 22 طابقا في دكا، حيث علق مئات الموظفين. في أخبار الطقس في بلادنا، تتوقع مديرية الأرصاد الجوية في نشرة خاصة نزول زخات مطرية عاصفية محليا قوية اليوم وغدا بمناطق الرحمنة، الأطلس المتوسط، الحوز، هضاب الفوسفات، سهول تادلة، المناطق الشرقية وجنوب الشرقي. كما يتوقع هبوب رياح قوية ستتراوح سرعتها ما بين 75 و85 كيلومتر في الساعة بكل من الفحص، أنجرة، المضيق، الفنيدق وطنجة أصيلة. فعالية المؤتمر الدولي النوع والجامعة متواصلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، رافعة شعار التقاء الخبرات نحو إنشاء دراسات النوع. لقاء اليوم عرف تقديم خلاصات المشاركين في ورشة نظمت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بعين شوقة التابعة لجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وذلك في أفق إنشاء وتعبيب دراسات النوع بالجامعة المغربية. في المتابعة حنان أرسلان ونور الدين صابر. احتفالا باليوم العالمي للمرأة، تأتي أشغال المؤتمر الدولي النوع والجامعة في مسعى لتكريس دراسات النوع كرافعة أساسية لتحقيق التغيير الاجتماعي والمساواة بين الجنسين. نحيي جهود المغرب وتونس وكل دول المنطقة على الاستثمارات التي يقومون بها في مجال المساواة بين المرأة والرجل، وخاصة الدراسات الجامعية، لأننا نحتاج إلى المزيد من العمل على مستوى الدراسات، لأنه بدون المعلومات لا يمكننا أن نغير أوضاع النساء والرجال. الجامعة تعطينا المصادر العلمية، المصادر الأكاديمية والأبحاث الدقيقة السوسيو-ثقافية السوسيو-اقتصادية بخصوص الإشكالات التي لا زالت مطروحة علينا في المسار المغربي من أجل الإعمال الكامل والشامل لمقاربة النوع بما يفيد مناهضة التمييز ضد المرأة. الخلاصات التي تم التوصل إليها في اجتماع الأمس تم تقديمها أمام ممثلي مختلف المؤسسات الحقوقية والمعنية، هذا مع تبادل التجارب بين الدول المشاركة. حصيلة هو أنه يعني الدراسات الخاصة بالنوع الاجتماعي قليلة جداً، يعني النوع الاجتماعي مدخل بقدر ما هو منتشر في المجتمع المدني في عند الزوانجيل عند الجمعيات بقدر ما هو دخوله محتشم جدا في الجامعة التونسية. نحن في السودان نسعى لأن يكون موضوع النوع الاجتماعي واحد من الموضوعات اللي تجد اهتمام من قبل الدارسين ومن قبل الإدارة أيضا في الجامعة. تعزيز البحوث الجامعية ببعد النوع الاجتماعي مؤشر فعلي على بناء الحس المشترك ورفع تحدي الانتقال من هذا الحس إلى تحليل علمي للمجتمعات من خلال تغيير النموذج المتبع والارتقاء إلى مجتمع المساواة بين الجنسين.
للحديث عن هذا الموضوع نربط الاتصال بالسيدة نعيمة الشخاوي، أستاذة جامعية مسؤولة عن نقطة ارتكاز النوع الاجتماعي بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث. بداية سيدة الشخاوي، ما هو الإطار العام لمسار الاشتغال حول مؤسسة دراسة النوع الاجتماعي داخل الجامعة؟ نعم، الإطار العام في واقع الأمر غادي نربطه لك بالعنوان ديال هذا الندوة العلمية، يعني المساهمة في التغيير الاجتماعي، وهذا كيدل على أن هناك واحد المسار اللي بدأ في 2012 وكان واحد الورش مفتوح بمبادرة ثلاثية من ناحية الشراكة كلية الآداب عين الشق مع جامعة الحسن الثاني اليونسكو ومعهد البحث والتنمية الفرنسي بتمثيليته في المغرب. إذن هاد الندوة جات لأن كاين محطات كثيرة. هذه المحطات أولها كان واحد اللقاء في 2015 اللي يعني تدارس واقع حال الدراسات نوع الاجتماع، بمعنى كل العلوم اللي يمكن لها تساهم في فهم العلاقات اللامتساوية بين الرجال والنساء وكل قضايا الحقوق الإنسانية وقضايا العدالة الاجتماعية بصفة عامة. كما سبق بعض الأخوات تكلموا على أن المعرفة هي واحد الوسيلة لفهم الواقع لتمكن من تأثير فيه ومن الأجراء فيما يتعلق سواء بسياسات عمومية أو ببرامج أو بتدخلات على أي مستوى من المستويات. إذن هذه المحطة اللي جات البارح كانت عندها وكان نقاش لأن كان فيها تقاسم تجارب من السودان من مصر من إسبانيا من فرنسا، وخرجنا بواحد الدروس مستقاة اللي أكدت على النقطة الأولى هو أن المؤسسة ضرورية وحيوية نظرا للحاجة الماسة للمجتمعات مثل المجتمع المغربي لمعرفة اللي هي مؤسسة واللي كتعطي واحد الصلاحيات وكتفتح واحد الآفاق للبحث والتدريس والتكوين، لأن التدريس والتكوين بغض النظر عن الجانب العلمي وكيساهم في تجدير واحد ثقافة المساواة بين الجنسين وكذلك ثقافة الحقوقية الإنسانية بصفة عامة. إذن هذا سيدة الشخاوي، ما هي في نظركم أهم الخلاصات التي توصل إليها المشاركون بالأمس في الدار البيضاء وكيف سيتم تفعيلها على أرض الواقع؟ إذن الخلاصة هي حيوية دعم هذه الدراسات نوع الاجتماعي كما نسميها. ثانيا أن هناك برمجة، سوف يكون هناك مجموعة تدارس على مستوى الوطني واللي غتكون عندها بطبيعة الحال واحد شبكة وتعامل مع الشركاء في الخارج لوضع برامج لتحديد أجندة لمؤسسة هذه الدراسات على مستوى الجامعي وكذلك لتباحث كيف يمكنها أن تجعل من الجامعة أنها تكون منفتحة على مجتمعاتها، بمعنى أنها تشتغل مع المجتمع المدني الذي هو فاعل فيما يتعلق بالقضايا الحقوقية ومنها قضية المساواة بين النساء والرجال، منها كذلك مجال الخبرة لأنه هناك حاجة ماسة لأن كل التحولات الاجتماعية اللي هي قائمة تحتاج إلى أن تكون الجامعة فاعلة فيها كجامعة تقدم بطبيعة الحال خبرات وكجامعة تحمل معرفة لفهم الواقع للتأثير فيه بشكل إيجابي وبشكل مستدام على أساس مبادئ معينة اللي خصها تكون كتبني دمقرة المجتمعات. سيدة الشخاوي، سؤال أخير لو سمحتي، ما هي شروط الواجب توفرها لنجاح هذا المشروع؟ وما أهمية تقاسم التجارب الدولية لتفعيله؟ الشروط في الحقيقة انطلاقا من تقاسم الخبرات هي أولا أنه الفاعلين وذوي القرار اللي هما من طبيعة الحال متوافقين على هاد الضرورة أنهم يكونوا عمليين، يعني يكون هناك دعم يعني منطلق من قناعة وكذلك دعم فيما يتعلق بالموارد وفيما يتعلق كذلك بالاعتراف، لأن مسألة الاعتراف كانت واردة بشكل كبير جدا لأن هذه القضايا حساسة تتناول قضايا مجتمعية معقدة وبالتالي تكون هناك بعد الحساسية وفي نفس الوقت بعد المسائل التي تحد من نجاعة الفعل ويصبح مضنيا بالنسبة لحاملين هذا المشروع. ثانيا من الشروط اللي هي أساسية هو أنه يعني يلزم أن الجامعة، وأتحدث عن الجامعة المغربية وهي فتحت ورش، أنها تعيد النظر في عدة مسائل منها البرامج منها البحث منها كذلك التدبير بصفة عامة. سيدة نعيمة الشخاوي، أستاذة جامعية مسؤولة عن نقطة ارتكاز النوع الاجتماعي بالمعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث، لك جزيل الشكر على كل هذه التوضيحات، كنت معنا مباشرة.
احتضنت مدينة الدار البيضاء معرضا للجامعات الأمريكية بحضور 50 جامعة لتقديم برامجها وكيفية الولوج إليها. بعد محطة الدار البيضاء سيشد المعرض الرحال إلى مدينة طنجة. روبورتاج فاطمة تابوت ومصطفى ودة. هو ملتقى لفائدة الطلبة المغاربة من أجل اختيار المناسب لتوجهاتهم أمام 50 جامعة أمريكية التي جاءت لتقديم برامجها الأكاديمية وإطلاع الطلبة على كيفية الولوج إلى التعليم الجامعي بالولايات المتحدة الأمريكية والتخصصات المتعددة المتاحة هناك لتأكيد فرصة النجاح في الحياة المهنية والتفوق في المسار الأكاديمي. بالنسبه ليا الجامعات هما تقريبا مزيانين ولكن لي بري شويه طالعين. اوسو هما عندهم سكولارشيبس ولكن سكولارشيبس ما كتكونش يعني توتال، لو خصك تخلص باش تكري باش تاكل باش تعيش ايتو سكيفا، يعني ضروري خص يكون عندك او مينيموم واحد 10 المليون مغربيه باش تقدر تعيش تماك بير يير يعني في العام. انا التخصص اللي بغيت هو علم النفس، ماستر كيكلف ما بين 70 حتى 80، وهذا على حسب كل مدينة وعلى حسب كل جامعة. إقبال هام لطلب المغاربة تحدوهم رغبة معانقة تعليم ذي قوة محورية وتعوزهم الإمكانيات المادية المرتفعة بالديار الأمريكية. Et on sait que c'est un défi pour beaucoup de parents. Ce qu'il y a, هو تحدي للأولياء. هناك العديد من الجامعات بتمويلات مختلفة. جامعات يمكن متابعة الدراسة لمدة سنتين بأقل تكلفة، ثم المرور إلى أخرى لقضاء السنوات المتبقية بتكلفة مرتفعة. لكن مع الحصول على إجازة في 4 سنوات. Mais on a un diplôme, on est licencié après de cette université de 4 ans. المعرض مناسبة أيضا للوقوف على اختيارات القبول بمختلف الجامعات والمنح الدراسية وفرص التمويل دون إغفال تأشيرة الطالب وبرنامج التبادل الأكاديمي. في الميدان الرياضي تتجه أنظار عشاق كرة القدم ليوم العاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن لقاء فريقي الرجاء البيضاوي والترجي التونسي برسم الكأس الإفريقية الممتازة. فريق الرجاء كله حماس للعودة بلقب جديد يغني به رصيده الحافل بالألقاب. عبد الحق بهات. بالفعل وبعد تتويجه مؤخرا بلقب كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم حل فريق الرجاء البيضاوي بالعاصمة القطرية الدوحة، وكله حماس ورغبة ملحة لتحقيق الفوز على فريق الترجي التونسي حامل لقب دوري أبطال إفريقيا، وذلك لإغناء الرصيد أكثر بإضافة كأس السوبر الإفريقي واسترجاع الذكريات الحافلة والسعيدة للرجاء كما كان الشأن سابقا ضد نفس الفريق عام 1999 بعد العودة بلقب دوري أبطال إفريقيا من ملعب المنزه تونس. فزنا من قبل بالكأس الكونفدرالية، عارفين الضغط اللي كيكون في مباريات حاسمة، غادي ندخلوا بحاجه وحده اللي هي الفوز بهذا اللقب ان شاء الله، وكيف ما قلتي ما يخرجش الموسم خاوي. سنعطي كل ما عندنا، يجب ان نقوم بلقاء كبير لمواجهه هذا الفريق القوي. على كل حال استعدينا له بشكل جيد للعب بكل قوه وحماس حتى يكون الجمهور مقتنعا بادائنا. هذه المقابله التي ستجمع فريق الرجاء البيضاوي والترجي التونسي برسم كاس افريقيا الممتازه المعروفه بكاس السوبر الافريقي، ستدور ملعب محايد خارج القارة السمراء، ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة. تكون معناها نهائي سوبر معناها على مستوى عالي. نعرفوا الفريق الرجاء فريق محترم ومحترم جدا، فريق تعدى فترة ربما تكون سيئة الفترة الأخيرة، خروجه من الكأس العربية فما خروجه من الكاف، يعني بتكون فما ردة فعل قوية من فريق الرجاء. شيء هذا معناه قرينا حسابه، إن شاء الله نحن نكون في نهار كبير إن شاء الله باش نجمو نفوزوا باللقب هذا، إن شاء الله يكون في خزينتنا مع الشامبيونز ليج إن شاء الله. إذن كل الأنظار ستتجه إلى العاصمة القطرية لمتابعة هذا اللقاء الشيق الكبير بين فريقين يعدان من خيرة الأندية الإفريقية، فليعيد فريق الرجاء البيضاوي الكرة الثانية ويغني رصيده المتخم بالألقاب بلقب جديد. ختاما تذكير بأبرز محطات الخبر لنشرة الظهيرة.
بالقصر الملكي بالدار البيضاء جلالة الملك محمد السادس يجري أمس مباحثات على الفراد مع جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية. وبالإقامة الملكية بأنفا يقيم جلالته أمس مأدوبة غداء على شرف العاهل الأردني. فعاليات المؤتمر الدولي النوع والجامعة متواصلة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط رافعة شعار التقاء الخبرات نحو إنشاء دراسات النوع. تتجه أنظار عشاق كرة القدم اليوم إلى العاصمة القطرية الدوحة التي تحتضن لقاء فريقي الرجاء البيضاوي والترجي التونسي برسم الكأس الإفريقية الممتازة. نهاية النشرة، أشكر بقاءكم معنا، في أمان الله.